في الوقت هذاك كانوا زوج قوات، كانت روما وكانت قرطاجة، قوات عسكرية، قوات اقتصادية إلى آخره في البحر الأبيض المتوسط. المنطقة هذه تاع شمال إفريقيا كانوا زوج ملكاء، كان من جهة الغربية سيفاكس، العاصمة تاعو كانت سيغا، سيغا هي نواحي عين تيموشنت حاليا، ومن جهة أخرى كان ماسينيسا، كان أب ماسينيسا غايا وماسينيسا لماسيل، وكانوا في الشرق. كانت حروب كبيرة، الأمازيغ كانت عندهم قوة عسكرية، سيتي دو بون كافاليي، ويعرفوا تقنية الحرب، وفي الأخير تغلب ماسينيسا على سيفاكس. كي تغلب ماسينيسا على سيفاكس، ثم كوين بدات نشأة لرويوم دو نوميدي. ماسينيسا في الوقت تاعو عمل باش واحد من جهة طور الزراعة، زراعة القمح، كان يصدر، كنا نصدروا لروما ولبلدان واحدة أخرى هذه المنتوجات، طور المواني، طور طرقات، خدم طرقات بين الاخر، لا سيدونتاريزاسيون، دونك الناس ولاو يخدموا الفلاحه ويربيوا المواشي الى اخره. وكان حاجه مهمه ثاني في وقت ماسينيسا، سي لا موني، دار لا موني تاعو. الوقت هذاك وين البلدان كاع الاخرين وفان في العالم كامل كانوا بلوتو يديروا التروك، واسس دوله قويه، دوله قويه، وكان الامبراطور الروماني بكل احترام يتعامل مع هذا الملك الامازيغي. غورثا كان ضد الارمي الرومان، كان يحارب في الارمي الرومان اللي تحاول دائما تفرض نفسها باش تسيطر على هذه المنطقه تاع شمال افريقيا. ساج دون لي كونساي اي براف دون لي كومبا، كان ثان ثقف، كان ماشي غير انسان تاع حرب. ابتكر تقنيات واحد اخرين تاع الحرب اللي هي لاغيريا، خدعوا بوخوس، بوخوس هذا كان هو اللي يشرف على المنطقه الغربيه كاع تاع شمال افريقيا، هو اللي خدعوا الى ليفري لارمي رومان، سلموا لارمي رومان اللي داروه في الحبس ومات في السجن في روما. يوبا الاول كذلك كان يحارب في رومان، لخاطر الوقت هذاك في وقت يوبا الاول كانت شغل اون غير سيفيل بين لي رومان، كانوا كان 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 سيزار وكانوا لي سيناتور، دونك كانوا في حرب. هو خذا مع جهه وحارب الارمي رومان، حاربها هنايا في شمال افريقيا، كي يتغلبوا عليه قتل روحه باش ما يكونش سجين مع عند الرومان. يوبا الثاني يحكم من المحيط الاطلسي حتى نواحي سطيف حاليا، و لا كابيتال تاعو دونك العاصمه، اختار عاصمه شرشان، سي ان ديسوندون تاع لا لينيي تاع ماسينيسا يوغرثا الى اخره، جدودو سي يوغرثا ماسينيسا الى اخره. دونك انشا اون فيل كبيره، كابيتال كبيره. يوبا ثاني كان ثان عالم يهتم بالعلم، بالفلسفه، بالفنون، بالمسرح، حتى الاغريق يستعرفوا بالمساهمه تاعو في العلم، في المعرفه، في الفن الى اخره. داروا له حتى اون ستاتيو في اتن ليوبا ثاني، اعترافا بالمساهمه تاعو في هذا المعرفه العلميه الفنيه. العمل اللي قام به كان كيشغل متاثر بزاف من جدو ماسينيسا، اللي طور الاقتصاد، كان يخلق شغل همزه وصل اون باسريل بين لا ميديتيراني مع لافريك، كان المنتوجات الافريقيه اللي تحت الصحراء اللي جنوب الصحراء كان يصدرهم عبر البحر الابيض المتوسط.